السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد تكملة الفيديوهات السابقة، غنهضروا على واحد طفاية الحريق اللي هي سبيسيال، حتى هي كتصنف في البودر. باش كنعرفوها بالخاتم ديالها، الكوبي ديالها تتكون صفراء. وهاد طفايات الحريق بحال قلنا خاصة ب لي بوان، النقط اللي هما ريسك، بحال شي آلة كاتالوني يعني كيتحك الحديد، ولا شي بلاصة ديال مثلا نحطوها فوق الفوا ديال الشوديار مثلا، كنقودوها مع داك الفلام اللي كديماري باش دير لو رول ديال لا شوديار، كنقودوها معاها. كيفاش؟ انا غادي نشرح لكم. عندها هنايا، عندها واحد تات سبانكلير لتحت، هذه كتسمى مطفاه حريق سقفيه، كتعلق مطفاه حريق سقفيه. كيفاش الرول ديالها؟ عندنا كيف كتشوفوا هنايا في الرسم، كتعلق فوق البوان اللي عارفين فيها الريسك. وكيفاش كتم عملية الإخماد الأوتوماتيكية أو عملية الإخماد الآلية؟ هو مني كتكون هذيك البوان اللي وضعناها فوق مثلا هذيك لاشوديار، البوان اللي كديماري فيها لاشوديار باش تحرق تسخن هذيك سيربونتان أو داك الحنش اللي كيدور فيه الماء باش كيتسخن لاشوديار. من بعد غادي نشرحو كيفاش كتسخن لاشوديار، كيفاش هذاك الشيء من بعد. شعر دابا الهدف ديالنا نعرفو بعد النوع ديال الاكستنكتور اللي هو بودر، في انواع هاد البودر. هذا هادي اكستنكتور كبيره فيها هاد تات سبرانكلر، بحال هذاك اللي كيكون في لي باركينغ او موقف السيارات تحت ارضي، ولكن كيكون دايز بالماء. هادي لا، هادي عامره بالبودر، ماشي ايميد. هذا البودر اللي بيان بريسي، اللي مضغوط غبره مضغوطه. ان فوا الفلام كتشعل كتفوق واحد 60 دوغري، هاد التات هذا كاين فاجر، هاد التات هاد الراس كاين فاجر، و تيخلي البودر بلا بريسيون ديالو يطيح فوق ديك البوان اللي حنا علقناها فوقها. يعني كدير ليتوفمون، ما كديرش التبريد، كدير ليتوفمون، كتحيد الاكسجين بالخنق. هنا هذه البودر كدير الكلاس A، يعني كلاس، حيت كيف كنعرفوا الحريق بلي كلاس، كاين سوليد صلب، وكاين ليكيد سائل، وكاين الكتريك. عاد دي فو الكتريك من بعد غادي نشرحو. عاد دي فو دو ميتون، باردون، عاد حرائق المعادن. عندنا هنايا الصلب السائل والكهربائي. السائل يعني في الصلب، خصنا نطفيو باكستنكتور ديال الماء، هو ناجع حيت كيبرد لينا هذوك المواد الصلبه، ما كيخليش تعاود تشعل، حيت البودر الا طفينا به وما كفاناش تعاود تشعل، لان باقا واحد الحراره في هذيك المواد الصلبه المحترقه. بالنسبه للليكيد ناجعه، يعني هو الليكيد شاعل وما ضربناهش مثلا، ما ضربناهش بالماء حتى ما نطفيو به الليكيد، ولكن احسن حاجه نضربو بالليكيد، نضربو به البودر، نضربو بالبودر الليكيد. علاش؟
حيتقاش البودر ما غيطير يطيرش علينا هذوك الفلام. تم جاي عندنا الفلام مثلا كنطفيو في ليسانس وتم جاي عندنا الفلام، ولا يعني غادي دير واحد العملية ديال التبادل ديال المواد غادي يطير الفلام. هنا ملي كنطفيو بالبودر كنطفيو هذاك السائل، الجسم السائل، وحنا في امان. ماشي مشكل نطفيو بالاجسام السائله الماء، ولكن البودر مأمن بزاف. بالنسبه للفو الكتريك او حريق ديال كهربائي، كنستعملوا البودر. حريق كهربائي مثلا عندنا مثلا واحد الكوفري شدات فيه العافية. الكوفري رخيص، وغادي نشرح لكم علاش كنقول رخيص مني غنشرح لكم الاكستنكتور ديال الغاز كربونيك، حيت نورمالمون الغاز كربونيك هو اللي مخصص للحريق ديال الكهربائي. هنا البودر ملي كنطفيو به الحريق الكهربائي ما كيكونش عندنا تماس. شنو هو التماس؟ يعني بحال درتي واحد السلك ديال الضوء، الا طفيتي بالماء الحريق الكهربائي انت في الريسك، انت في خطر. دونك البودر انت مأمن وانت كطفي هذيك البوان اللي هي شاعله ديال الحريق الكهربائي. المشكل ديالو هو كيبقى البودر. مثلا عندنا واحد البيسي اللي هو غالي مثلا، او عندنا واحد لابارتي الكترونيك وضربناها بالبودر، ايه راه طفيناها، ولكن كيبقى الغبره الوسخ. هذا هو المشكل ديال البودر. ما هو بالنسبه لاخماد الحريق راه هو ناجع. بالنسبه للبودر حتى هو تيكون فيه مانومتر اللي كيعلمنا و تيقول لينا بلي راه كاينه لا بريسيون، ما كاينش شوت بريسيون، يعني كاين ضغط وما طيحش الضغط. ملي كيكون في الاحمر راه طايح الضغط، ملي كيكون في الخضر كما دابا كتشوفوا راه نعولوا على هاد الاكستانكتور. اون بليس ملي كتكون هادي محيده ولو يكون الضغط، هاد الاكستانكتور ما صالحش ولو يكون الضغط هنا في المانومتر. الا محيده الكوبي كنعسوه مع الارض مثلا بحال ما باش نتسناو الناس اللي مسؤولين او هذا يبدلوه. بالنسبه للعمليه كيفاش كدير باش تخمد الحريق، هذا اوتوماتيكي، ولكن الاكستانكتور اللي غنشرحو البودر الاخر، حيت هذا البودر هذا نقدروا نقولوا كيتستعمل في ليزاندستري، شي حاجه كتخص صناعه، شي حاجه اللي هي كبيره. هادشي علاش كنديروه لاخماد الحريق، لان كيتعلق. هذا خاص بلي سيبور كيتعلق، هذه مطفاه حريق سقفيه. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشرح لكم خوه بودر خوه، ولكن اللي ما كيتعلقش، اللي هو كيف كتشوفوه عادي. هذا هو في حق هذا النوع ديال الاكستنكتور بودر. والسلام عليكم ورحمة الله.